ماشي؟ نتدرب كالعادة. إيه؟ ونتحسن بسرعة. ماذا ستفعل عندما تصبح قويا؟ أوف. لابد وأن لديه فكرة رائعة. صيد سمكة بهذه الطريقة تدل على أن الإنسان ذكي جدا. لا تنسى أن الشخص الوحيد الذي علم ماوكلي على ذلك هو أنا. لقد دربته لفترة طويلة. لست وحدك من درب ماوكلي. نسيت أني معلمه أيضا. نحن بمثابة أساتذة له، ومن الطبيعي أن نعلمه الأشياء الحسنة مقابل إبعاده عن الأمور السيئة. كيف أصبح وضع ماوكلي في الفترة الأخيرة؟ هل تحسن يا باجيرا؟ هناك شيء يحدث ويسبب لي القلق. القلق؟ ذلك الجو الغامض. الغامض؟ ما قصدك يا باجيرا؟ الهجرة، أن يحجرنا ماوكلي يوما. أيها الأحمق، لا تذكر هذا. نعم فهم. رائع. اسكت. هل تحرز تقدما بالتدريب؟ ليس كثيرا، لكني سأضعف جهودي جيدا. إذا أعجبك هذا الطائر فخذه. طبعا، وأصيد طيرا آخر. رائعة، أنت رائعة. لا لا، كم أنا سعيد بهذا التعامل منك. لقد أخجلتني. إن أعجبك حقا خذه وأكون سعيدة. أرأيت ما الذي حصل؟ أجل، لكن لا عدوانية، وهذه حقيقة لا يعرفها ماوكلي حتى الآن. يجب أن يحذر منها. ولكن لالا تعاملت معه بلطف. إن لالا تحاول أن تكسب ماوكلي كصديق، وتحاول أيضا أن تبدو له لطيفة. وما قصدها؟ لا تذهب بتفكيرك بعيدا. إن ماوكلي إنسان ولالا ذئبة، ومن المحال أن يتزوج الإنسان الذئبة. أفهم ذلك، ستكون حالة شاذة. ألم أقل لك إنه جو كئيب؟ لا، لقد أمضينا وقتا ممتعا، بالإضافة لهذا بحوزة طير. لقد استمتعت أنا أيضا، وهي المرة الأولى التي ألعب فيها معك. وهل سنبقى هكذا؟ طبعا. هذا جيد يا لالا. إلى اللقاء. متى سأراك يا ماوكلي؟ غدا. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا كيتشي. لالا. أهلا سورا، ماذا تفعل هنا الآن؟ كنت أبحث عنك يا لالا منذ مدة. تبحث عني؟ لماذا؟ لم تكوني قرب البيت طوال اليوم، أليس كذلك؟ عليك أن تكوني قريبة منه. سمعت جدك يقول هذا اليوم لا تبتعدي كثيرا. أنا حرة بنفسي. أعني إن جدي ليس مريضا لهذا الحد، إنه ضعيف نوعا ما بسبب كبره،
لقد وبخني ذات يوم لاهتمام الزائد به. ولكن لا أعتقد أنه من المناسب لك أن تلاحقي ماوكلي طوال اليوم في الغابة. أنت تقول كلاما سخيفا يسيء إلى سمعتي. متى كنت ألاحق ماوكلي؟ قل متى. لا لا، أنا لم أقصد ما فهمتني تماما. أنا أقصد سارة، إياك والتدخل في أمور خاصة مرة أخرى. الحقيقة أنا قلق عليك لهذا، أعني سأكون دقيقا. أتصادقينني؟ قولي. تصادقني؟ ذلك مؤسف، لا أستطيع ذلك، وأنا حرة أصادق من أريد، لذلك لا تقلق بشأني، والأفضل أن تهتم بأمورك. أرجو ألا أسمع منك مثل هذا الكلام مرة أخرى، مفهوم؟ لا لا. ذلك غريب، الشمس تسطع نهارا وفي الليل يسطع القمر بنوره بينما الحيوانات نائمة، يأتي الصباح وتشرق الشمس ثانية. هل هذه الحالة موجودة منذ زمن بعيد؟ ما الذي تريد قوله يا كيتشي؟ لا شيء، لكن ألا أنام وحيدا في ليلة كهذا شيء ممتع. نعم. أترضى لي بهذا؟ كيتشي، ألم يكن بيتك فوق شجرة سنديان كبيرة سابقا؟ أجل، لما لا تنتقل يا كيتشي إلى هنا وتسكن معي؟ لن تحمل هما للمطر أو البرد، بيتي كبير وأعيش به وحيدا، ما رأيك بهذه الفكرة؟ حقا؟ إن كنت لوحدك هنا سأعيش معك يا ماوكلي. أنت لا تمانع فعلا. إذن اعتبارا من هذه الليلة نحن أخوة وسنعيش في هذا المخبأ. حقا نحن إخوة؟ ولكن يا كيتشي لا تكن مشاكسا هنا. ها،
أتأكل يا جدي؟ هل اصطدت هذا؟ نعم، إن صيد الصباح رائع ويمنحني شعورا رائعا. يجب على كل واحد أن يصطاد بوقت محدد، هذا أفضل. أدرك هذا جيدا. وماذا عن الصيد أثناء القيام بنزهة جميلة؟ على كل حال من المفروض أن تتمتع بروح عالية إن لم تكن مريضا. اخرج وتنفس هواء الصباح العليل المنعش. نعم أعتقد ذلك أيضا، لكني لم أعد مثلما كنت في السابق أعمل بجد حتى لا يأخذ أحد مكاني. إن العمر له حق يا صغيرتي. لا لا تتحدث هكذا، لم تصبح عجوزا بعد. وماذا عنك أنت؟ أخبريني يا ابنتي. ها؟ ماذا تقصد يا جدي؟ أنا أقصد سورة، سمعت أنه يريد الزواج منك في المستقبل. سورة يتزوجني أنا؟ هذا هراء. هكذا إذا، إنه شعور سورة فقط لوحده. ولكنه جاء إلي وتحدث معي بالموضوع، لذلك لا يمكنك أن تتجاهلي هذا الأمر. انسى هذا الموضوع. هذا ليس كلام فتاة ناضجة، يجب أن تفكري بالأمر جيدا. لن أتعب تفكيري بموضوع لا يهمني. لكني أعتقد أن سورة شاب لطيف، قد يكون خطأه أنه جدي زيادة عن اللزوم، لكنه شام. لا لا، يا إلهي، إن جدي ليس حكيما بأي شيء. تبتهج كثيرا هكذا، هذا ليس عرضا كما تظن يا كيتشي، إنه تدريب فقط. ماذا؟ أنا أقوم بكل شيء هذا لكي أجعله سعيدا أيها الأحمق، إنه أخي. ماذا؟ هل قلت شيئا؟ لا لم أقل شيئا. لا ترهق نفسك يا ماوكلي. هلالة هنا؟ كلا ليست هنا، لقد فاجأتنا يوم أمس حقا، لقد بدت جميلة جدا، أليس كذلك؟ ما رأيك يا ماوكلي؟ أعتقد أن لالا بدأت تشعر بوجودك صديق للذئاب بهذا الغاب، ولكني أشعر أنها لا تتقبل هذا بسهولة يا بقهرة. فعلا، وأنا من رأيي تجنب المعرفة التي تزيد عن حدها كثيرا. كيف؟ ماذا تعني؟ لا لا شيء.
إياها. أما أنت هربي يا لالا، هربي. سارة. سارة. بسرعة يا لالا، اركضي هيا بسرعة. سارة انتبه. سارة. اهربي يا لالا. اهربي بسرعة. ألو؟ نعم، لا تقلقي يا لالا. شكرا يا بالو، لقد أنقذت حياتنا. اعتقدت أني حقا انتهيت. أنا مسرور لأنني جئت في الوقت المناسب تماما. لقد أتيت عندما سمعت صوت العراق. الحمد لله على سلامتكم. شكرا يا سارة، أنا ممتنة لك جدا. لا تشكريني يا لالا، أنا خجل من نقص قوتي أمامك. لا، ليس صحيحا، لقد كانت حركاتك مؤثرة جدا. هل تؤلمك جروحك؟ كيف أنت؟ أولا إن المشاكل قادمة، ذلك فظيع فظيع. استيقظ يا موكلي، استيقظ، هذا ليس وقت النوم. ماذا هناك؟ ماذا حدث يا شيل؟ إنه قادم إلى هنا، الذئب بينتو. الذئب بينتو؟ ذلك الذئب التائه بينتو وعصابته. ماذا تقول بينتو؟ سيأتي إلى هنا، ماذا تعني بهذا؟ لقد رأيتهم بعيني، طردوهم البشر بعدما هاجموا حيواناتهم الداجنة. ثانية. وكيف يكون بينتو هذا؟ إنه ذئب ضال مطرود، طرد من قبيلته فأصبح ذئبا شريدا مجرما. إنه ورفاقه عار على هذا الغاب. أيوجد ذئاب هكذا؟ لقد عاش بيننا هنا لفترة طويلة جدا، لم يكن بينتو خطرا في ذلك الوقت، ولقد أفسده شريخان حيث استساغ طعم حيوانات الإنسان الداجنة، وذلك كان قدره بتعرفه على شريخان. ثم انحدر بعد ذلك في رذائل الجريمة وبدأ بالتجوال بصحبة عصابته. شيل، هل هذا الذئب الضال بينتو في طريقه إلينا حقا؟ ها فعلا، بالتأكيد، وأستطيع أن أحدد مكانه الآن بدقة. إن بينتو وعصابته يسعون إلى الطعام والطرائد، وذلك بإغارتهم على مناطق الصيد، لكنهم إذا كانوا سيأتون من هنا إن هذا مدعاة كبيرة للخطر. هذا خطر، فكر بطريقة ما مسبقا لطردهم من هذا الطريق بعيدا.